سادتي سادتي ladies and gentlemen please welcome the Rashid Show. شكرا. السلام عليكم. صافا. اليوم بغيت نهضر لكم على ظاهرة الشغب في الملاعب اللي ولات بزاف، لدرجة أنني تخيلوا معايا باش كنعرف الديربي من العنف في كازا كيبان لي الزاج في الشنطيات. ديك المرة سولني واحد قال لي خويا فين جات التيران؟ قلت لي تبع الزاج توصل. مش مشكل. وبيني وبينكم هذا راه ماشي ديربي عندنا حنا، حنا عندنا الديربي. كاينو ضد الضرب والجرح. والجمهور عندنا ما كيمشيش في الطوبيس، كيمشي فوق الطوبيس. الطوبيس عندنا كيديماري صحة سلام، كيرجع كليماتيزي ودي كابوطاب. واحد الدايرة واحد القضية ديك المرة بان لي واحد الجمهور جاي وهازين جناوة. قلت لي أو تاش قريش لعبة الفينال ولا؟ واحد ديك المرة لقيتو كيهرس في الطوبيس. قلت له علاش كيتهرس في الطوبيس الماتش مازال ما بداش؟ قال لي راه سمعت بيع الماتش. قلت له سمعتي الماتش مبيوع ولكن الطوبيس اش دار؟ قال لي مش راجل. واحد ديك النهار لقيته في التيران كيقلع في كرسي. قلت له اش كدير؟ قال لي بغيت ندي معايا سوفونير. داخل ب 600 ومحيد كرسي ب 6000 ريال. اليوم غيكون معنا واحد اللعاب. هذا اللعاب هو ديال الرجاء. اللعاب ديال الرجاء بزاف ديال الجمهور قالوا لي ضروري تجيبو حيت هو الكابتن ماجد ديال الرجاء. هذا اللعاب هذا غادي نكتشفوه في الفقره ديال حاجتك حاجتكم ماجدكم. ضيف لي معنا اليوم هو لاعب ديال كرة القدم وكيلعب في الميليو تيرا وهو الكابتن ديكيب ديال الفريق الأخضر ولعب في المنتخب الوطني الكبار والمحلي. ضيف ديالنا لعب في راقي بزاف وداز من اتحاد توارقة ومشي يحترف في الإمارات ولكن الحب ديالو للفريق الأم كيخليه ديما يرجع. مؤخرا هو والفريق ديالو فاجئوا كل شيء في كأس العالم للأندية اللي تنظم في المغرب حيت كل شيء في الأول كان كيقول لا والله لا جابوها ولكن هما ما داوهاش في هاد الهضرة وربحوا الماتش الأول والماتش الثاني والماتش الثالث واللي تي كتسمع في كاع الزناقي في المغرب والوليده صيف العاقه رجبا وحق لقب ثاني احسن نادي في العالم. انتوا بتتكلموا عن الحاج متولي ولا ايه؟ لا احنا كنهضروا على محسن. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ محسن متولي. صباح خويا. صباح الحمد لله. الله يحفظك. كنا بغينا نديرو لك تيفوس عاد تعطلنا. كي جاك الجمهور؟ بخير الحمد لله. الله غنيو ليه الو الو الوليد. الوالد بسيطات العاقه ولا مازال؟ صيفطات شحال هادي؟ ياك الحمد لله. شحال تقريبا؟ بزاف. شي 100 درهم؟ بحال هكا. بغينا نعرف متولي شنو هي اول خطوه خلاتك دوز تلعب الكره زعما انك تولي كويري؟ لعبت في الدرب تايت. بديتي الكره في الدرب؟ بديت الكره في الدرب. نعم. ولعبتي بكره ديال 60 ريال؟ 30 ريال. 40 ريال؟ وهي غاده. شو كتلعبوا؟ كنا تنقصروا في الدرب في الحومه تلعبوا على الفلوس هادشي باش بديت انا كره. كنتي كتلعب على الفلوس؟ هي الحاجه ولحد الان دابا تلعب على الفلوس. مازال؟ باقي مازال.
هذيك اللي تلعب على 5 دراهم شويه 10 دراهم قليله ديال الحمام ديال شي حاجه قلنا في صغرك كتموت على المكانه ضروري هادي لا ديال دونور ديال دونور كتعجبك المكانه وريحت فيها بزاف كنتي كتمشي للتيران ماشي تنشجع انا في الاول هضرت على الشغل على الشباب اللي كيديروا الشغل شنو بان لك انت في هذه القضيه هذه؟ ما كنقولش انا الجمهور هو اللي كيدير الشغب غير شي وحدين ما لا علاقه لهم بكرة القدم هو اللي كيديروا الشغب ماشي كلشي بيان سور كاينه واحد الفئه هي اللي كدير فئه ما كتعرف لا كره لا والو كتجي ما غادير غير الشغب باغا تضرب باغا ماشي كاع الجمهور انا كنقول انت عمرك تعرضتي لشي حاجه مثلا من طرف الجمهور شيلوا عليك شي حاجه ولا يحوا عليك بزاف ياك بزاف ماشي فرقتي ماشي فرقتك بيان سور فوالا اش من فرق بزاف بزاف استفزيتي واحد المره شي الجمهور يمكن داكشي علاش بقى وقيله بكورتي ماشي بفمي بلعبك بلعبي وقيله لعبك تيستفز وقيله الا كانوا كيعيروني وقيله بلعبي كتفقص غديت الاحساس ديالك وانت دابا كنتي واحد الوقيته كتموت على المكانه كتمشي تفرج في الرجويين كنتي كتقول شي نهار غنولي لعاب غنشهر الحمد لله انا من صغري وانا تلعب كره كنت كنتفرج في الرجا في المكانه درت راماسور لعابه كبار ولعبوا معايا والحمد لله بغيت نلعب كره والحمد لله ربي وفقني باش لعبت كره واش من الدرب دزتي للرجا ولا دزتي في الكلوب دزتي في الكادي جونيور وداك الشيء لا من الدرب لعبت واحد فريق توا كبير ومن بعد مشيت للراجا شكون اللي دفعك شكون اللي عاونك قال لك سير تلعب خويا تلعب ماكرانك خويا خويا خوك شكون اللاعب اللي كنتي كتشوف شحال هذه فاش كنتي صغير كتمنى تقول ما كرهتش نولي بحاله في الراجا في الراجا عمر نجاري عمر نجاري كان كيعجبك الوداد شكون كان كيعجبك شحال هذه لعبة رضوان العلالي رضوان العلالي وشكون اللي كتشوفو كيشبه في اللعب ديالك في اللعبة باه كله لعبو كله الطريقة ديالو كله لا تكنيك ديالو كله ربي شنو عطاه اللاعب ديالك المفضل هو مارادونا 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 كان كيجونغلي بتينيسة تيجونغلي تبليمونة ياك انت نعطيك بطاطا تجونغلي واخا ماشي مشكل تبارك الله عليكم تألقتوا في المونديال ديال الأندية شنو كان السبب صراحة واش اللمسة ديال البنزرتي ولا القضية فيها العاقة صحيحة ولا بغيتوا تبينوا الفاخر أنكم تقدروا تربحوا بلا بيه أول حاجة كانت بعد الرغبة ديال اللاعبين باغيين يلعبوا هاد كوب دي موند اللي ماشي ما كانش سهل هادشي راه ما داخل فيه لا العاقة لا بيني لا ماشي مكاينش كاع والله خليك يقول لك شوف تربح واحد 40 مليون كايناش كاع ترى بحال عطوك الدوباج لا ولكن التحفيزات الماليه حتى هي كتعاون لا باغي تتعاون مي كانت الفلوس الحمد لله مي حتى اللعابه ما كانوش كيفكروا في الفلوس كنا كنفكروا في الفلوس ما غنوصلوش فين وصلنا وهادشي كامل تيرجع للاعبين اللي بينوا على القدرات ديالهم وكانوا رجاله في وسط الملعب وهادشي راه ما كنقولوش ان كنتحداو شي حد ولا هادي لا تحدينا راسنا باش نفرحوا هاد الجمهور المغربي والجمهور الرجاوي خصوصيا بغيت نسولك واحد السؤال محسن سؤال مهم مرحبا كيسولوا كاع المغاربه مرحبا فين مشى الكوداس ديال رونالدينيو كيف كيبكي واقيلا تلقاه في درب غلف ولا في القريعه شحال جاب لكم شحال داير ثمن داير ثمن
بغيت نعرف علاش حيدتوا لي الصباط. بزاف الناس قالوا علاش اسباب بزاف، بغينا نعرفوا منك انت السبب الحقيقي. با كيبقى سوفونير حيت لعاب كبير. سوفونير تكشطو. تكشطو. تخيل دابا انت غادي في الزنقه مثلا، جا شي حد حيد لك مكانه، قال لك خويا متولي سوفونير. نقدر نعطيه تيشورت ما نعطيش مكانه. ولكن هو راه حيدوا لي بزز. لا ما حيدوش لي بزز. ولي معاه. كون كانوا البوليس كنت شدوا. ونقلبوا عليهم دابا تقلبوا عليهم. حنا رجع عندنا في خبر كلتوزان رونالدينيو، هذه ما في خبرش حتى شي حد من الجمهور، كان جا عندنا ودار نداء في مختفون على صباطو. على صباطو في خبار يا. الرباطي قال لنا ذاك الماتشات ثلاثة مبيوعي. لا جامي طلع فيه شي ما كاينش كاع. نسولك على السؤال، الرباطي دابا باقى العلاقة بيناتكم ولا؟ باقى العلاقة بيناتنا وباقي كنتصل به وكيتصل بيا. رغم هذاك الشيء كنعرفو كيدير السيد الله يعمرها دار، ما كيبيع ما تيشري معقول. والهضرة اللي قال في الرجاء؟ باغي شي وحدين دايرين به اللي خلاه يقول بحال هكاك، مي داكشي ماشي حقيقي. داكشي ما كاينش كاع. واحد القضيه تنشوفها خويا بوحسين، فاش قبل ما كنتو كتبداو شي ماتش ومني كتساليو لا ميتون كتجمعوا كاملين وكتبداو تقولوا شي هضره بيناتكم، شنو كنتو كتقولوا في ديك اللحظه بصراحه؟ ديك كتبقى بيناتنا هذيك. ياك ما بغيتيش تقول. انا صيفطت واحد البركاك واحد الكاميرامان وسجلكم في اللحظه اللي انتم مجتمعين فيها، نشوفوا الفيديو ونتلاقاو. مرحبا. الدراري الهدف ديالنا في هاد المقابله هو نكشطو صافي ندورو لهم كور. لا اش ندورو لهم كور؟ ندورو لهم الصنطه صافي صافي صافي. شوف ما بيديو كوكو نتوما غاتكلفو تكشطو رونالدينيو فهمتي؟ قالو لي ضارب شي بياسه حره شتا شتا هي هي. المهم شكون غيدي ليا شكون غيدي لي صاحبي؟ انا شوف النية ديالي انا مول الفكرة الاسرية فهمتيني تقاسموها صافي يلاه صافي. شوف باش ما يعرفوش انا عندي هاد الجيجية وانتوما كاع الطريق صافي صافي متفقين. شوف 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 يلاه يلاه نسخنوها صافي زين ما تعرفوش على بنادم صافي. الو الو الوليدة صفتي العاقة رجع الواقع اجبو دابا زعما صفتي الشيء العاقة صافي متفقين باش تكشطوا الاخر. عندك برقاك صحيحه ياك. شكون الفريق اللي تتمنى تلعب فيه؟ تمنى تمنى تلعب فيه. تمنى الحلم ديالك مثلا؟ برشلونة. برشلونة دونك انت برساوي. برساوي كيعجبك ميسي؟ تعجبني البارسا. اللعب ديالها كامل؟ اللعب ديالها كامل. اش كيديروا هما؟ بقى تيكي تاكا. تيكي تاكا. ولكن علاش انت ما كديرش تيكي تاكا بزاف مع صحابك يا صاحبي؟ طماع. علاش كتلعب بوحدك بزاف؟ تلعبش بوحدي انا. ها؟ تلعبش بوحدي. لا كنعرفوا ان بعض المرات سميتو اللي كيعاتب عليك الجمهور انك كتستحوذ على كرة وما كتبغيش تفرق مع صحابك بزاف. ديالي. شاريها انت؟ اه دير لهم فيها مول البالون. مول البالون. كيف كيعجبك كابتن ماجد؟ في الصغر. اه وشكون كان واحد قبل من كابتن ماجد تعقل عليه؟ رامي. لا ما نعقلش عليه. ماشي الصياد والصغير؟ لا. ماشي ديال الحوت. لا ماشي ديال الحوت، ديال البالون. لا. اسمع لي بان عندك جاك شي عرض من رين الفرنسي، واش كاينه شي ترتيبات بصح ولا غير؟ لا كان جا عرض من فرنسا مي عطاو شي ثمن ما كاينش. قليل زعما؟ قليل بزاف. مي واقيلا غلطوا في سمية. بغاو يشريوني انا. علاش ما درت والو ما عاودتوش ذاك الحلم اللي درتوه مع المنتخب؟ ما جابش الله. فلاشان. فلاشان ما جابش الله. هذه هي كرة القدم. انا الصراحة بين مين كتفرجت واحد الماتش وفقستوني. الماتش اللي كنتو رابحين ب 3-0 ولا هما رابحينكم؟ هو هذه هي كرة القدم.
غديت انا شكيت ديك الوقيته اللي كنتو لاعبين شكيت بان الكونديسيون فيزيك كانت عندكم ناقصه شويه ما كنتوش مترينين مزيان لا بالعكس ترينين مزيان ياك كنتو مترينين ودابا مترينين مزيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله دونك داك الشيء غنجربك ندير لك واحد التحدي صغير نعطيك جونغلي بالكره برجلك ولكن غيكون ضدك واحد البطل في الجونغلاج بالراس مساعد صافي بالراس متفقين ثقات على محسن والنادي على عادل الفكاهي بونجور ليش انا وياك يلا جونغلي راس يلا ثلاثة جوج واحد توب دابا هادي الفكاهي باش نقدموا ليكم نقدموا للمشاهدين هو يعني بطل في جونغلاج بالراس كاتب شي هادي الفكاهي يتحدى العالم هو صابر الرباعي اتحدى العالم صابر شحال كتقدر جونغلي براسك 1200 ضربه 1200 ضربه تبارك الله عليك الثقه على هادي الفكاهي شكرا شوف انت الصباط الثقيل شوفني انا نوريك واحد التويشيه واعره تهرسوا لك النظر محسن خرج واحد القانون دابا كيفكروا فيه باغيين يديروه باغيين يخرجوا قانون كيمنع ان الرجل يتزوج باكثر من مراه واحده نهائيا انا بارك عليا مرتي بارك عليا محسن مرضي الله يحفظك الله يعزز الحكام الحمد لله الله يخليها عليك يا ربي يا محسن انت مع التعدد ولا ضد التعدد ولا بحالاش يعني لان الراجل يتزوج باربعة ثلاثة الا قدر عليهم يدبر راسه الا دارها كذب بها بيتولي تبارك الله عليك باش كتعجبني انا عندك مع البيلانتيات ما كتزقلش ولكن نهار كتزقل كدير ديما واحد الحركة كتشد في راسك لهدف ثاني في مباراة اليوم كرة تسدد وتضيع فرصة هدف تضيع لرجاء بادي ثاني مرة تنزقلو ثاني مرة تنزقل بيلانتي في الكارير ديالي كلها في الكارير ديالي كاملة ولكن كنشوفوك تتيري مزيان بيلانتيات علاش ما كنشوفوكش تتيري الكفرات علاش ما كتعطوكش كفرات فهداك الشيء ديال المدرب ما عندكش مع كفرات لا عندي معهم شكون هو أحسن لاعب كيجيك أنت في العالم كي عنده الموهبه في الكفرات يعني كيعرف يثير الكفرات رونالدينيو رونالدينيو مارك عليكم شي كفره خطيره ياك مارك عندنا كفره خطيره انا شفت ماركه الكفره ديال رونالدينيو قلتي واي لا ما فرحتش لا قلتي معلم لا لا ما قلتهاش انا بغيت نكون ضربه الفوق حمامه والله العظيم متولي بغيت نسولك واحد السؤال وتقول لنا واش بصح كيعطوك واحد اللقب الدرب مرحبا المش كاينة مريض مريض أنا أطلقوا عليك هذا الأخر ديال الصغر ديما مخشش ديما لاعب مع كبر مني ديما شفناك واحد القضية واش بزاف ديال الأسماء ديال العائلة ديالك في دير دي تطواج ودير فيهم اسمي دير حالة مدنية ما ناويش دونك عق الزياد عندك تما باش ما نغلط ما والو ما تنويش دير هذا سميه ديال لعابة الراجا تما لا هذا واحد السيل انا عزيز عليا اللي تطواش فهمتيني وما دير حتى شي حاجه عندك سميه ديال بنتك تما لا عندي بنتي هي
شوفوا سميتها دينا. دينا والعام زادت 2011 شهر 6 ديال 7. فين تصورت ما بان شي؟ يلا غنديرها. وشنو واش من غير دينا؟ واسم الوالد الله يرحمه، الوالده، مرتي، وتنفكر نزيد شي حاجه اخرى لبنتي ان شاء الله. ما توشمش هاد الجمهور هذا؟ ما كرهتش والله ما كرهت. ما كاينش ناس كيعاتبوك على هذا الوشام هذا؟ كيقول لك لا هذه حياتي وانا كاركتر ديالي بحال هكايا تنتسوقش حياتي ونهر فيها. ما كنتوش بان هذه القضيه ممكن تانفلونسي الشباب، يعني الشباب يشوفوك واشم ويبغيو يديروا بحالك. تمشيش نشدو نديه الا بغى يمشي يدبر راسو. انت كيشوفوك كوم موديل ديالهم زعما واحد كاين الناس اللي كيتعجبهم وكيبغيو يديروا بحالك. هذه القضيه ممكن تقيلة في العالم كامل كاينه. محسن واحد المره كنت سبيتي شي حكام وتوقفتي واحد المده. لا ماشي سبيت حكام، ضربت الاربيط في الافريك. ضربتي تبارك الله الصح. ضربتو انتما فرحانين صف. يعني هذا سلوك شي شويه خايب. ضربتو مي ندمت عليه، توقفت فيه 6 شهور. وكنقول للعابه ديال المغاربه انهم ما يديروش الغلط اللي درت حيت ندمت. حيت لافريك ما تتعرفش كتسنى مع الاربيط واش معاه. الاربيط اصلا ما كيكونش معاك، تتماركي وحيد لك بيت ما فيه والو. هذا منين 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 هو هذا الاربيط؟ ما عرفتش منين. ما عرفتيش ضربتيه وما عرفو حتى منين؟ ضربتيه وما عرفتوش حتى منين. وهذه القضيه هذه ديال الضرب شنو هي العقوبه اللي كتكون؟ تكون توقيف، تتكون غرامه؟ تتكون توقيف وتتكون غرامه. عطاوك شي غرامه؟ الفرقه اللي خدات الغرامه من لاكاف. شحال ندمت عليها؟ شحال الغرامه اللي خلصت؟ ما عقلتش. قطعوا عليك من سالير؟ ماشي من سالير، قطعوا عليك من الفريم. متولي واش عنده مشاكل مع المسيرين وبعض اللعابه في النادي؟ جامي. وعلاش النادي حاقر عليك بالغرامات؟ مرحبا قطعوا حيت عندي فلوس بزاف. كيدير العلاقه ديالكم مع بودريقه؟ الحمد لله بخير. بخير بخير. مرتاحين معاه؟ الحمد لله ونشكره. ما نقدرش تقول شي حاجه اخرى بحالاش. شنو هما الحوايج زوينين في بودريقه وشنو هما الحوايج خايبين في بودريقه؟ كل شيء فيه زوين. والله ما نكذب عليك من نهار شد الفرقه ما عمرني شدت عليه شي حاجه حق الله العظيم. كتشوف بانه كيخدم مزيان؟ بخير. كتقول بان دابا بودريقه مثلا راجل مناسب في مكان مناسب؟ لحد الان كل شيء عنده اون ريغل. كلمته الى قال اللعاب كيوعدوا بها ما كاين شي حاجه. ما كتفكروش تصالحوا مع الرباطي ولا تارونجوا معاه مثلا؟ مع الرباطي تيبقى ولد الفرقه وعزيز علينا وباقي دابا صاحبنا وان شاء الله يكون الخير. رفعتوا عليه دعوه؟ شكون؟ نتوما النادي. ماشي حنا. ماشي نتوما، ولكن سمعنا بان الدعوه رفعت وتبغيو تشوفوا صاحبكم مثلا الا مثلا ما كانوش عنده حجه كما تيقول. تبغيو تشوفوا صاحبكم مثلا لا قدر الله ما تمناوش ليه في الحبس مثلا؟ نو هادشي ما كاينش وما غيطراش ان شاء الله. السؤال ديما كيجيني في بالي اخويا محسن، علاش اللعابه ديال المغرب واللعابه ديال النوادي ديما كيهضروا بنفس الطريقه؟ ديما فاش كتشدهم الكاميرا اول كلمه كيقول اويا مصباح مرحيم قبل المستوى ولكن الخصم كان هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا سي صلاح الدين الغماري. فبسم الله الرحمن الرحيم. فبكل صراحه فكان انتصار هذا الرياضي الاول صاحب جلاله محمد نصر الله فكان نظمي مكون طبيعه الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اهنئ دوله قطر على شرف تنظيم كاس العالم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. فكما كتشوفي فكانت مقابله تسد معنى الكلمه. الحمد لله الدراري قاموا مقابله يعني ماراثونيه وكبيره يعني غتبقى. فالحمد لله مقابله كانت صعيبه. الحمد لله حققنا باش نلعبوا الدومين في الفينال في كازا باش ما نمشيوش مراكش من بعد على هذا الجمهور هذا. والحمد لله ربي ما خيبش وتعاوننا هذا هو الاهم. فالحمد لله هذه ناتج على الكونسونطراسيون اللي كانوا اللاعبين في هذا الاسبوع جاي كانوا يعني مركزين بشكل كبير.